خالد شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ما قلت شي غلط، بس يعني انت واخي كنتوا معي. هو ما كان معي كل الوقت، كان في روح على المحل لو بده، بس حط هاي الحجه لانه ما رح. خلص انت لا تاكل هم، لا تزعج حالك، هلا بيروح. ابي هلا وقت الحكي على المحل. انا حتى على المصنع ما رحت، يلي حاطط فيه مصاري بسبب وضعك. طبيعي، انت من يوم يومك عديم المسؤوليه. خالد لا تزعج حالك هلا بهالحكي، لا تاكل هم، قلت لك رح يروح. يلا ابني قوم بسرعة، روح شوف وين منتهى، قلت لها من الصبح تعمل شوربة لسه ما جابتها، مو معقول هالبنت شو كسلانة. شو قصتكم انتو بالبيت؟ معقول عم تحملوا البنت المسكينة كل مسؤوليات البيت؟ بالأول راحت على المكتب وهلأ بدها تساوي كل شغل البيت. عنجد؟ بفهم من كلامك هلأ انه أنا ومانو ما عم نشتغل شي؟ خلاص انسي، بعرف كتير منيح شو بتعمل مانو بهذا البيت. ايه خلاص بقى، انت على طول بتدور على فرصة بس لا تبلش تنتقدني. هاي عادة أمك، على طول بتكره أقول الحقيقة. بابا لا تفكر، خلي الأمور ماشية مثل ما هي، أنت ارتاح بس، رح شوف منتهى.